بينما يواصل العراقيون احتجاجاتهم ضد الطبقة السياسية الحاكمة، تحاك مؤامرة جديدة لهم تنسجها طهران الغارقة بالاحتجاجات أيضاً والعاجزة اقتصادياً بفعل العقوبات الأمريكية. ليست إيران فحسب، وإنما حزب الله اللبناني يضع يده في اللعبة العراقية. فبعد قبول استقالة عادل عبد المهدي في مجلس النواب، تتوارد أخبار عن محاولات يقوم بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في حزب الله محمد كوثراني لتمرير مرشح بديل لعبد المهدي. سليماني يوجد حاليا في العراق لهذه الغاية، وكوثراني يلعب دورا كبيرا في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة والسنة في هذا الاتجاه. وبالنسبة للعراقيين، فإن من يخطط لهم بات واضحا على اعتبار أن المظاهرات التي خرجوا بها لم تنادي بإسقاط النظام الحالي، وإنما أيضا لكبح جماح النفوذ الإيراني الممتد منذ عشرات السنين. فأحرق المتظاهرون للمرة الثالثة القنصلية الإيرانية في النجف للتأكيد على طهران غير مرغوب بها في البلاد. في بغداد يستمر تدفق المحتجين إلى محيط جسر الأحرار غير آبهين برصاص قوات حكومة بغداد ولا بقنابل الغاز السام الإيرانية التي قتلت العشرات منهم، في وقت تحدثت مصادر عراقية عن جرح 8 عناصر أمنية إثر هجوم بقنبلة يدوية عند أحد الحواجز في شارع الرشيد قرب البنك المركزي وسط بغداد.